صباح الفل حبايب قلبي، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد التتبيله ديال السمك ديال الحوت، ما نقولش لكم عليها، فعلا تركه غادي تعجبكم كاملين. وبصراحه انا كنعتمد عليها، طبعا انا كندير شحال من تتبيله وتتبيله، ولكن هذه التتبيله هذه غادي تعجبكم بزاف. المهم غادي نقول لكم شنو غادي نحتاجوا. كيف ما كتشوفوا هنا كنحتاجوا واحد جوج بصلات كنقطعهم على هذا الشكل، هذا خصكم بحال هكايا. كنحتاجوا كيف ما كتشوفوا هنايا كنحتاجوا واحد جوج خزوات، ها هما حتى هما مبشورين بحال هكايا. كنحتاجوا واحد القريعه، وكنحتاجوا هنايا البنات واحد ربعه ديال الفصوصه ديال الثوم هكا بحال هكا مقطعي بحال هذا الشكل. كنحتاجوا هنايا واحد المعلقه ديال البزار او فلفل اسود، وواحد المعلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الملح، وكنحتاجوا واحد الحامضه كيف ما كتشوفوا هكايا. وطبعا السمك يا البنات كيكون متنظف وكيكون مقطعينو من هاد الجوايب بحال هكايا، باش طبعا التتبيله تدخل فيه من الداخل مزيان. المهم دابا ان شاء الله غادي نجيب واحد البوله باش غادي نبداو نخدمو فيها. كيف ما كتشوفوا البنات، اول حاجه كناخدو هاد الخيزو، وطبعا غادي ناخدو كيف ما كتشوفوا بصله حتى هي، وغادي ناخدو يا البنات الثومه، وغادي نعصر الحامضه يا البنات. وطبعا غادي ندير توابل، وما ننساوش البنات زيت الزيتون واحد جوج معلقات تقريبا اللي غادي نجمع بهم هذه الخلطه هذه. عاد من بعد غادي ندير زيت الزيتون من فوق. مهم البنات اول حاجه كتكونوا نتوما موجدين اللاطه، غادي نبداو نخلطوا هذه ان شاء الله. التوابل كلها في بعضياتهم بحال هكا، عرفتي البنات راه كتجي بنينه بنينه، وفي نفس الوقت كتكون كامله يعني معمره بالخضار. جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. دابا البنات غادي نجيبوا اللاطه اللي غادي نديروا فيها الحوت ديالنا. وغادي نبداو نجيبو السمك، وغادي نحاول ندخلو هادشي كامل هنا هاد الفتحات هادو، نقلبوها عاوتاني على هاد الجهة ونديرو ليها عاوتاني نفس الحاجة لهاد الجهة. نبقاو مستمرين هكا حتى غادي نساليو السمك ديالنا. ايوا وغادي نديرو الحشوة في هاد الجهة، تنكملو السمك كامل.
هذه الفتحه تاعو تحاول تدخلو البصلو والثومه. نقولش لكم البنات كيفاش كيجي هذا السمك، هذا كيجي رائع. كاين بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش ياكلوا الخضار ديال مع السمك، فطبعا هكا وجبه كامله. يعني ما نساوش الجزر حتى هو راه مهم. هاكايا غندير من هنا تحت ديال السمك. من بعد البنات غادي ندير هاد الشرايح هاكايا السمك. بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش الخضار فهذا بالنسبه ليهم ما غاديش يعيقوا به صراحه، غادي يعجبهم السمك هذا وما غاديش يعيقوا بكميه ديال الخضار. وطبعا ما غاديش ننساو اننا غادي نديرو شرايح ديال حامض. شرايح ديال الحامض من الفوق، وعاد غادي نصبو زيت الزيتون. وغادي نديرو يا البنات لي منساوش هو زيت الزيتون، ضروري البنات أنه وغادي نغطي بابي ألمنيوم، أو ممكن لو عندكم ورق الزبدة اللي بحال هذا تغطيو عليه من الفوق وتدخلو الفران. كيف ما كتشوفو هذا هو الشكل ديالو، ان شاء الله من غادي يطلع في الفران ان شاء الله غنوريكم الشكل ديالو النهائي. ها انتما معايا كما كتشوفوا البنات، يعني انا دابا غطيته باش غادي ندخلو الفران ان شاء الله بما خرج من الفران، وان شاء الله غنوريكم الشكل ديالو النهائي. يعني الا عندكم الورق ديال الالومنيوم ممكن ديروه، ممكن ورق الزبده حتى هو ممكن ديروه غير باش يكتم عليه، وفي نفس الوقت كيطيب على مهلو. كما كتشوفوا حبيباتي بان الحوت ديالنا خرج من الفران، هذا هو الشكل ديالو النهائي. دابا ان شاء الله غادي نحط معكم واحد حوتة في الطبق النهائي ان شاء الله ونشوفوه مع بعض. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. انتوا حبيباتي بعد ما حطيته في الطبق